الشراكه الجزائريه الصينيه تتدعم بالتوقيع على الخطه الخماسيه الثانيه للتعاون الاستراتيجي الشامل تعاون عملي يمضي قدما ليشكل نموذجا رائدا في التعاون الشامل العابر للقارات عبر شراكه تستهدف تطوير التعاون في مختلف المجالات تمتد من الاقتصاد والعلوم والصحه ولا تنتهي عند الفضاء والتكنولوجيا فبعد مرور ثماني سنوات على إقامة الشراكة الاستراتيجية الجزائرية الصينية، يسير التعاون بين البلدين بخطى متسارعة، حيث يعد التوقيع على الخطة الخماسية فرصة لمواصلة إثراء الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، بما يعود بالمنفعة المتبادلة. الشراكه الاستراتيجيه الشامله بين الجزائر والصين التي تعد الوحيده من نوعها في المغرب العربي لم تستند الى التعاون التجاري بل الثقه السياسيه والتعاون الامني والعسكري فالتنسيق الدبلوماسي والتعاون الاقتصادي مهدا لشراكه امنيه وعسكريه بين البلدين فالصين استطاعت ان توسع استثماراتها في السوق الجزائريه لتخرج من الطابع التقليدي المعتمد على مشاريع البنيه التحتيه والمقاولات لتنتقل لقطاعات الطاقه والمناجم هو ما يعكس رغبه ملحه لبكين لاحداث تقارب اكثر مع الجزائر التي ترى فيها الصين بلدا محوريا وبوابه الى اسواق القاره السمراء اذا كانت الجزائر لا تقع على طريق الحرير التاريخي بين الصين واوروبا فانها تمثل نقطه محوريه في مبادره الحزام والطريق لوقوعها في منطقه ربط بين اوروبا وافريقيا لتشكل المبادره ارضيه امام الصين لتعزيز استثماراتها في الجزائر عبر اطلاق مجموعه من المشاريع المشتركه في البنى التحتيه والمناجم باستثمارات اجماليه تتجاوز عشره ملايير دولار